يتواجد معه أحد الجنود البواسل، كيف اليوم شعورك وأنت تحتفل وأنت العنصر المهم في هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا طبعا في هذا اليوم، من أول ما دخلنا الحدود وإحنا نشوف الوطن يحتفل كأنه عرس وطني، يحتفل فيه الشعب مع القادة فينا في رجوعنا في انتصاراتنا. الصراحة شعورنا لا يوصف، يعني سعادتنا لا توصف. أما بالنسبة كمشاركتنا في الدفعة الأولى، طبعا يكون شرف لنا هذا أن نكون في الدفعة الأولى وفي المقدمة بجانب إخواننا قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وإخواننا الأشقاء في مملكة البحرين في إعادة الأمل للجمهور اليمني الشقيقة. وبالتأكيد ما شاء الله عليكم كنتوا بشعار الحزم والأمل، كنتوا حازمين، ولكن أيضا هناك إعادة الأمل لنصرة الأشقاء هنا في اليمن الشقيق. شكرا لك تواجدك معي هنا، وأيضا يتواجد معي أحد المشاركين أيضا في هذه الدفعة الأولى. كيف كانت مشاركتك وكيف وجدت تكريم القيادة لكم في هذه المشاركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بخصوص التكريم، ما شاء الله التكريم كان أكثر عن رائع، استقبال من الجماهير والحكام والشيوخ ما شاء الله ما قصروا، فكانوا متواجدين تقريبا نص الشعب الإماراتي متواجد في كل الحالات، في الفرح في أي شيء، فتلاقيهم موجودين في دعم لأفراد القوات المسلحة. وأما بخصوص المشاركة اللي شاركنا فيها في اليمن الشقيقة، كانت شبه يعني شيء يفرح الصدر، ولمؤازرة إخواننا وأشقائنا في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية قوات التحالف. الحمد لله حررنا وانتصرنا ورجعنا على الإمارات وإحنا في فرح وسعادة. وبالتأكيد إن شاء الله الدفعة الثانية ستواصل الإنجازات التي حققتوها على أرض الواقع للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها ميدانيا.